مو هذه الطريقة أخوان. كل مادة لا طريقة في التعامل معها. خذ مثال مادة الإنجليزي كلها حفظ؟ لا، مو كلها حفظ، فيها جزء حفظ. أنا حطيت نسب من عندي تقريبية، أنت ممكن تحط النسب تناسب معك. إنجليزي 30% حفظ، فهم 30%، لكن حط تدريبات حل أو محادثة أحتاج 40%، وقد أحتاج 50%، صح؟ خذ الرياضيات مثلا، الرياضيات اللي تحفظه لن يتجاوز 10% من الكتاب. لو عندك كتاب 300 صفحة، هل يعقل أن عندك 30 صفحة حفظ؟ لا، ما بيرضيها صفحة، يمكن أقل من 5 صفحات حفظ، صح؟ تحفظهم كقوانين صم، أقل من 10%. والفعل يمكن تحتاج 20، لكن تدريبات إذا ما تحل مسائل لن تتعلم. واحد يقول أخي قريت صميت كل القوانين، لخصت كل القوانين، بعدين لن تستفيد شيئا. الرياضيات تتعامل معها بالطريقة التالية: تحفظ القانون، تفهمه كيف يطبق، ثم تحل مسائل تحل مسائل تحل مسائل. وهذه ميزة الجامعة. الجامعة غير للأسف بعض الكتب في الثانوية، في الكتب الثالث ثانوي مثلا موجود مسائل كثيرة في الجامعة، مسائل كثيرة في الابتدائي يعطون مسائل قليلة، يا أخي أعطى مسائل كثيرة خليه حل، لأن كل ما حل كل ما استطاع أنه يفهم. أما الإنسان الذي لا يحل ما يفهم. ولك بعض الطلاب أيامنا كلها، حتى الآن ما أدري تعملوه في الجامعة عندكم الآن، يروح الجامعة ياخذ بعض الكتب اللي فيها مسائل مثل شوم سيريس، ما أدري الحين موجودة ولا لا، لكن موجود فيها مسائل محلولة تحلها بأن تلاقي الحل كيف حلها. طيب، فأكثر حسب المادة، مش كل مادة تحتاج إلى نفس النمط في الدراسة. واضح الفرق يا أخوان؟ واضح النقطة دي؟ مرت عليكم قبل كذا؟ ما مرت. ولكن الآن انتبه، إذا أردت تفهم مادة أعرف كيف تتعامل معها. بعض المواد تتعامل معها على ما إيش؟ تحتاج إلى جزء من الحفظ، جزء الفهم، جزء كبير تمرينات. بعضها لا، حفظ كثير، قوانين كثير. من الكيمياء غير الرياضيات، الحفظ فيها يمكن يكون 20% 30%، فيها قوانين معادلات. طيب، والفهم قد يكون 30%، لكن لا أقل. في أي حمل أحوالنا ما في تدريبات. وضعت النقطة هذه مهمة جدا. طيب، استخدام القلم الصوري هذا اختراع قديم وليس حديث، لكنه مهم جدا. شوف القلم الصوري، ألوان تقدر تختار أي لون يعجبك، لكن نصيحة لوجه الله: لا تذاكر لا تقرأ إذا لم يكن معك قلم صوري، أو في أسوأ الأحوال قلم عادي. قلم صوري ايش يعمل؟ هي ايش يسمونها؟ ألوان. ألوان تستخدم، يشغلها أي جانب من الدماغ؟ الأيمن، ويربطها مع اليسار. شوف هنا، هذا كتاب في دراسة الماجستير، شوف لاحظتوا يا أخوان شو اللي لفت انتباهكم؟ الألوان. يعني لما جيت راجع لم أحتاج أني أبدأ أقرأ كل كلمة، الأشياء المهمة بس حطيت عليها بالألوان. فلما أستخدم القلم الصوري أنا قاعد أشغل الجانب الأيمن مع الجانب الأيسر، لكن لا تعلم كل الكتاب، لا، الأشياء المهمة جدا اللي تعمل رابط بينك وبين المعلومة. طيب، كم واحد يعني لا يستغني عن قلم صوري؟ لا يستغني أبدا. 1 2 3 المفروض الجميع، يعني 6 أشخاص فقط من حوالي 100 شخص، المفروض الجميع يا أخوان القلم الصوري هذا لا تشيله، خله في جيبك في شنطتك معاك في دائما، لأنك تستخدم قدرات الدماغ تحركه صح. طيب، إذا لا يكون قلم صوري استخدم القلم العادي، ضع خط أو ضع دوائر حول أشياء مهمة. ليه؟ إيش معنى خط ودائرة؟ إيش معناها؟ شكل، أشكال، ممتاز. فالشكل الدماغ الأيمن يتفاعل معها بشكل عالي جدا، يستوعبها، يلقطها، غير أنك تخلي كلام كتاب كذا أقرأ. فتصور لما تقرأ كتاب وبدون ما تأشر على شيء أبدا ثم تضعه. أضعكم تجربوا التجربة هذه، خذ كتابين، اقرأ كتاب لا تأشر على شيء أبدا وخليه على الجنب، وقرأ كتاب آخر وأشر بالقلم الصوري وخليه على الجنب. ارجع بعد 3 أيام 4 أيام وراجع هذا، راجع كيف، ماذا ستشعر؟ جربوا بنفسكم وسترون الفرق الكبير.
كم ملخصات؟ تكون ملخصات يا أخوان أمر مهم جدا. هذا نفس الكتاب تطوير المنظمات، هذا لخصته كله، كتاب هذا حوالي 300 صفحة. كم صفحة هذا؟ 200 حوالي 285 صفحة. لما جيت ألخصه كيف لخصته؟ شفت اللي عملت عليه بالأصفر وهذا من كتبته هنا لخصته. فلما أكتب شامل أستخدم حاسة أخرى، وأستخدم الألوان. لما ألخص أحط الألوان، لحطه ترتيب. هذا حق ماجستير مو حق ابتدائي يا أخوان. حيقول لي يا أخي سوي نفسك إيه لا كذا. ولخصته قبل 9 مناهج الماجستير قرأت في أو ذكرت في شهرين فقط، سنة ماجستير شهرين، ولخصتها مثل لخصتها قبل اختبارات بأسبوع. كل مادة ألخص اللي فيها، ليت الاختبار ما أقرأ الكتاب، أقرأ هذا فقط. شوف كله طلع لي، ما كمل ترى الدفتر كامل. هذا معاه كتاب ثاني الظاهر، بس هذا حد، هذا كل كتاب كامل. فلجيت أراجع، لن أحتاج أرجع لي 285 صفحة، وسأرجع لهذا فقط. فتكوين ملخصات تستخدم روابط الحسية مع الألوان مع الربط مع المعلومات السابقة. خلاص وفرت عليك جهد كبير جدا. أنا كم أحتاج وقت حتى ألخص هذه؟ 3 ساعات، لكني وفرت جهد سنة كاملة. صح ولا لا؟ طيب، إذا تكوين ملخصات أمر مهم جدا جدا. استخدام البطاقات، البطاقات يا أخوان موجودة في المكتبات، بطاقات صغيرة. هذه البطاقات لما تكتب عليها وملونة في الجريد في ألوان، خذ بطاقة اكتب عليها مثلا معاي الكلمات كإنجليزي، اكتب عليها قوانين مهمة خليها عندك، خلها بطاقات في جيبك، بين فترة وفترة استخدمها. ليش؟ ليش تعملها؟ أيوة، تستخدمها للتذكر. ولما تستخدم ألوان وأشكال تعمل لك ربط أكثر وأكثر. طيب، ننتهي بالجزء الثالث وننتقل الجزء اللي بعده، الجزء الأخير اللي هو الاختبارات. تبغون نعمل الجزء هذا ولا خلي تاخذون إجازة اليوم؟ في حد ما يبغى؟ اللي ما يبغى يا أخوان يمشي، معلش ولا واحد. ها ترى نحسبكم حاضرين، ايش رايك؟ حاضرين يحضرون حتى لو طلع يا اخوان، محسوب انه حاضر، ما في اشكال عندنا. اجماع. ممتاز. لابد من الاختبارات، لابد نختبر. فاحنا سناتي لموضوع مهاره التعامل مع اختبارات. حتى اشغل مخي استخدمه وانا قاعد شغلته قبل حتى يعمل معي، طيب استجيب لي، احتاج الى 3 شروط حتى يستخدم دماغي وعقلي المعلومات اللي خزنتها والاشياء اللي استخدمتها سابقا ووضعتها فيه. احتاج الى 3 شروط، او هو يحتاج الى 3 شروط حتى يعمل. الشرط الاول ان يكون نشيط، ان يكون عنده طاقه وليس خامل. وطاقه الدماغ امرين او 3 امور: غذاء، اكسجين، والامر الثالث معلومات. يعني لو واحد عنده غذاء ممتاز واكسجين لكنه ما يقرا ويتعلم ما يفيده. لابد يكون فيه غذاء، اكسجين، معلومات، ويكون نشيط. ان يكون في حاله استرخاء وليس في حاله ضغط واجهاد، الشرط الثاني. الشرط الثالث ان يكون له هدف محدد. كل ايش؟ هدف محدد. احفظوا الشروط. سهله. كم شرط؟ 3. الشرط الاول الطاقه، النشاط. الشرط الثاني استرخاء. الشرط الثالث. طيب هاي الشروط كيف احققها؟ هو هذا برنامج الان. كيف احقق الشروط هذه؟ الشرط الاول يتحقق من ضمنها يكون عندي استعداد نفسي مرتاح. والاستعداد النفسي يا اخوان ما يجي من فراغ، ياتي من استعداد مسبق. يعني واحد اللي ذاكر طول الفصل الدراسي ثم بعد ذلك جاء عند اختبار، هذا يكون مطمئن. لكن الشخص اللي ما ذاكر لما يجي قبل اختبار